أحيانا بعض الناس ما يفرق ما بين الحرية وبين احترام الذوق العام، وأحيانا حتى يتعامل بظهوره أو في المكان العام كأنه في مكانه الخاص. شو رأيك؟ أنا أؤكد لك أنه كل شخص أيا كان مستواه التعليمي والاجتماعي وإلى آخره يعرف حدود الحرية، حدود حريته اللي تبدأ عندها حرية الآخرين، هذا مؤكد من وجهة نظري. المشكلة هو في حالة الاستهتار والاستسهال في بعض الممارسات والتصرفات نتيجة لانعدام العقوبات.